صراحة رباط مدينة ما كتملش من الجرة ولا المشي فيها. اليوم باركور جديد من السوق تحتي الكورنيش مرورا بالودايه مسارية. يا سلام، يلا سيدنا. الجولة ديالنا في الرباط غادي تبدا من هنا من شارع القناصل، تسمى بهذه التسميه لانه البعثات الاجنبيه كلها فاش كتجي للمغرب وفاش كتجي للرباط كانوا كيتانستالاو هنا، وهذه البلاصه كانت معروفه بزاف بالتجاره. لي زوين في الرباط كلشي قريب، من بعد شارع القناصل نقطعوا غير الطريق وحنا في الودايه. قلعه عسكريه من عهد المرابطين، اول نواه حضاريه لمدينه الرباط. Vous appelez comment? Doradella. Doradella. Doradella, le guide qui est avec le groupe, je vous ai dit que cette action est différente. لانهم من ذوي الاحتياجات الخاصه ما تيتكلموش، فبالتالي هذه هي الطريقه باش كيتصفقوا. يس يس يس. غير كتدخل الودايا كتنسى واش انت فشي مدينه كبيره. هنا كاين واحد ريتم اخر وجو اخر صراحه. في الودايا وقفوا المكانه، هنا ما غتحتاجوا لا خريطه لا جي بي اس، كاع الدروبه والزناقي غادي يوصلوكم الكافي مور اللي معروف بكيسان ديال اتاي بالنعناع منذ عشرينيات القرن الماضي. باقين شويه في الودايا باش نزوروا المتحف الوطني للحيلي، مجموعه رائعه من القفاطن والحيلي الحضاريه والقرويه، من بينها المجموعه الشخصيه للملك محمد السادس. فاطمة الزهراء، حنا في المتحف الوطني ديال الحيلي في الودايا، شنو الناس يقدروا يجيو يشوفوا هنا؟ هو اولا هو واحد المتحف اللي كيقدم التاريخ نتاع الحنيه بالمغرب. وزوين حتى الباتيمون تيبان ليا بحال عنده شي قصه الباتيمون هذا. الباتيمون هو قبل ما يكون متحف هو اصلا عباره عن قصر تاريخي كيعود للقرن السابع عشر، والذي شيد خلال فتره حكم السلطان مولاي اسماعيل، واستعمل كاقامه اميريه للابن ديالو احمد الذهبي اللي كان والي على مدينه الرباط. عندنا لا ريجيون تاع تخنيف رازايان، تخنيف رازايان واللي كيتميزوا بهذا النوع تاع القلاده اللي كتجي كتسد واللي كتسمى دايوغ تصديت. تصديت تصديت بالامازيغيه. الكوفر بالامازيغيه. هذه حيل ديال عروسه ولا ديال مراه عاديه؟ ديال العروسه. ديال العروسه، وتقدر تلبسها دايوغ مراه عاديه، حيتاش الحيليه هي واحد النوع تاع اللي كنقدو نبينو به لو ستاتيو سوسيال. لاكوت ديال الرباط ولات واعره، تقدروا ديروا فيها احسن جريه في العالم وتكتشفوا حوايج زوينين، بحال مثلا هذا الحصن اللي هو حصن الماني هداته المانيا للسلطان مولاي الحسن، هو هاد جوج مدافع اللي الوزن ديال كل واحد فيهم 30 طن، ولا متحف وطني للفوتوغرافيا. الزياره ديالنا تصادفات مع معرض خاص بعلاقتنا حنا المغاربه بالكره، بصفه عامه المعارض هنا كيتجددوا كل شهرين تقريبا. تيليشارجيو لابليكاسيون حيت باش نكتشفوا خصنا نتحركوا. MDGS نربحوا الرياضه.